هلا بدون شك الاستفزازات التي تقوم بها مجموعة الحوثيين هي تخلق مشكلة، ولكن المشكلة الأساسية ليست في الولايات المتحدة أما الصين، أما لحتى درجة ما في أوروبا، المشكلة لدول الجوار على خط البحر الأحمر. يعني بعد قطع كابلات من هؤلاء الكابلات يتأثر فيها هذه الدول على الجوار، حتى تقريبا مصر وربما قليل في أوروبا. لماذا؟ لأن هذه الكابلات كلها، يعني حتى لو انقطع هذا الخط كليا، هنالك كابلات مرتبطة ببعضها حوالي الصين، حوالي البحر المحيط الأطلسي، على جميع الجهات. يعني المجتمع الدولي كله مرتبط مع بعضه حتى لو انقطعت هذه خطوط المواصلات الاتصالات في البحر الأحمر. وإضافة إلى ذلك عندك موضوع الساتلايت اللي موجود لإيلون ماسك، عم بيعمل الأرض كل اليوم متكاملة مع بعضها من خلال خطوط الجو الساتلايت. ولكن طبعا خطوط الفايبر هي أسرع بعدة مرات وعدة أضعاف أكثر من خطوط اللي بتجي من خلال الساتلايت. أما من يتحمل إنه هذه المسؤولية؟ بدون شك إيران هي التي تتحمل المسؤولية، إيران هي تدعم مجموعة الحوثيين. هلأ من يجب أن يرد عليهم؟ ليش السؤال اليوم يسأل بالشارع الأمريكي، لماذا فقط الولايات المتحدة أما بريطانيا يجب أن ترد على هذا التصرفات من قبل الحوثيين أما غير الحوثيين وما يدعمهم؟ يعني الهند يجب أن ترد عليهم، الدول الأوروبية كالاتحاد الأوروبي وناتو يجب أن يردوا عليهم، مصر، السعودية، دول الخليج، جيبوتي، الدول الإفريقية يجب أن يردوا على هؤلاء المجموعات. أكبر خسارة أخذتها أكلتها من بعد ما تدخل الحوثيين هي مصر، كل يوم عم تخسر بين 12 و15 مليون دولار مصر من الملاحة البحرية اللي تصاعدت وقلت تصاعدت كلفتها من خلال شركات التأمين مثل ما تفضلت وتكلمت بالتقرير، أو السفن بلشت تروح حول الرجاء الصالح على المحيط الأطلسي. بقى دول الجوار مسؤولة ودول آسيا مسؤولة. بقى لماذا نحن دائما نحمل أنه أمريكا هي مفروض تجي وتراقب هذا البحر؟ طبعا ذهبوا إلى أمم متحدة وكان في قرار بمجلس الأمن لتأمين الملاحة البحرية، وذهبت الولايات المتحدة وبريطانيا وانضم إليها بعض الدول الأخرى. ولكن أنا بتصور أنه هي مسؤولية دولية ليس فقط على الولايات المتحدة، لأنه كل شغله بيتهموا من ناحيه ثانيه الولايات المتحده. بقى المواطن الامريكي وابن المواطن الامريكي يسال لماذا نحن نتحمل مسؤوليه العالم؟ دول المنطقه يجب ان يتحملوا مسؤوليه المنطقه. هلا ننتقل للنقطه الثانيه، هي من يدعم هؤلاء المجموعات وماذا يطالبون؟ يعني موضوع غزه يطالبون بالوقف عن ضرب غزه، هيدي يعني صارت سخريه يطالبون فيها، عم بيحققوا مكاسب داخل اليمن مثل ما مجموعات تابعة لإيران، حزب الله دمر لبنان لمكاسبه بلبنان، بالعراق الحشد الشعبي حقق مكاسب، بسوريا مجموعات تابعة لإيران عم بتحقق كل هالمكاسب بهدف محاربة إسرائيل أما كب إسرائيل بالبحر، وهذا ما حدا بقى بيصدقه أنه هذا الذي سيحصل. وإنما إذا ترجع للمشرعين في الولايات المتحدة، المشرعين بالولايات المتحدة عم بيقولوا وصل الوقت نضرب مراكز نفطية لإيران داخل إيران ونضرب مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا من يدرب، هذا من يجهز، هذا من يدعم، هذا من يوصل العتاد إلى هؤلاء المجموعات الحوثيين. كفينا نروح على الأجندة والأزرع لطبع إيران، يجب أن نذهب إلى إيران مباشرة ونضرب المصالح الإيرانية مثل ما فعل الرئيس ريغان بعهده بالثمانينات، دمر نص البحرية الإيرانية في ذلك الوقت. طيب. وقف كل شيء وانجبروا الإيرانيين يقوموا بسلام مع العراق في ذلك الوقت.